السحر. أهلا بيكم في القصة وما فيها مع ريهام عياد. الحلقة دي هي أغرب حلقة هتتعمل في القصة وما فيها، لأننا هنفتح ملف خطير جدا، السحر، وأنا هعرفكم اللي عمركم عرفتوه ولا كنتوا تتخيلوا تعرفوه. وأنا في الحلقة دي مش عايزة أسحلكم في تفاصيل تاريخية، بس برضو أنا عايزاكم تعرفوا السحر بدأ منين ووصل لفين، لأن اللي هتسمعوه في الحلقة دي يشيب بجد. يلا بينا، استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وصلوا على النبي. السحر ده يا اخوانا موجود من قديم الازل، تاريخ طويل في الازل، بدأ من عند الفراعنة اللي كانوا بيكتبوا طلاسم وتعويذ على جدران المقابر عشان اللي يفكر يهوب لها تصيبه اللعنة اللي هو السحر. والسحر المصري طول عمره معروف بجبروته، ده مذكور في القرآن، سحرة فرعون وقصتهم مع سيدنا موسى. فالمصريين كانوا ملوك السحر في العالم كله، بس برضو البابليين كانوا جامدين، دول كانوا بيقتلوا بعض عن بعض، اصلهم كانوا صبيين بيعبدوا الكواكب وبيسخروها بتعويذ وحيوانات بتتدبح وطلاسم بتتكتب بالدم وحاجه اخر رعب. وده ما كانش في المداري كده، لا، ده كلهم ماشيين بالسحر ومؤمنين بيه، ووصل جبروتهم في السحر ان ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم انهم تعليم شيطاني. ولو دخلنا على الديانات هتلاقوا ان اكتر ديانه فيها سحر هي اليهوديه، لان رسولهم هو سيدنا موسى اللي انتصر على سحره فرعون بسحره، وعشان كده تلاقوا التلمود مليان كلام عن السحر وطقوسه وازاي بيتحضر، مع إن التوراة نفسها حرمت السحر. ومع ذلك السحر كان منتشر جدا في بني إسرائيل، لدرجة إنهم اتهموا سيدنا سليمان إنه ساحر عشان كان بيسخر الجن والرياح وبيكلم الحيوانات. وقالوا كمان إن في كتب عن أسرار السحر والطلاسم وتسخير الجن مكتوبة بإيد سيدنا سليمان أو مساعدينه، لا ما ترسلهمش تاني بقى، هم كده تمام. ولحد النهاردة يا إخوانا اليهود منفردين بأخطر وأقوى نوع سحر على الإطلاق، سحر الكابالا، اللي بيقول ان كل كلمه وايه في التوراه لها تاثير خفي محدش يعرفه غير السحره بتوعه. ولما اتنقل اليهود في العصر الروماني لبلاد المغرب وشمال افريقيا ادوهم كل خبراتهم في السحر، وبقوا التلميذ اللي تفوق على استاذه. فالشيخه خديجه المغربيه دي مش جايه من فراغ، ده علم يتوارثه الاجيال، والمغرب فيها نوع سياحه مش موجود في اي دوله، سياحه السحر. يعني في واحد ممكن يروح المغرب مخصوص عشان يعمل لك سحر، لان السحر المغربي فعلا من اقوى انواع السحر، لانه جمع سحر كل الديانات وكل المدارس السحريه، يهود، كابالا، امازيغ، افارقه، كله مش سايبين. ولما جم ينظفوا المقابر في الدار البيضاء لقوا اغرب الاعمال، اجزاء مقطوعه من اطفال، شعر ستات، صور ناس عليها طلاسم، وكميات قطط مذبوحه ومحطوطه مع الاعمال. واكتر الاعمال كانت لناس مش مغاربه اصلا. والمفاجاه اللي فجرها الباحث المغربي خالد التوزاني ان بيوت الصحراء واللي غالبا بتبقى مستخبيه في الريف، اليوم المقدس بتاعهم يوم 27 رمضان، يوم ليلة القدر، وده اليوم اللي بيعملوا فيه ابشع الطقوس السفلية، طقوس تعبد للشيطان، وبيذبحوا القطط والكلاب وكمان الاطفال عشان يجددوا عهدهم مع الجن، ودي حاجة هبقى فهمها لكم في الاخر. ولما اليهود راحوا على اوروبا اخدوا سحرهم معاهم ونشروه جدا هناك، انتوا مش متخيلين الاوروبيين شاطرين ازاي في السحر. ولو رحت على افريقيا بقى هتلاقي السواد كله، لان السحر الافريقي ده كارثة من الكوارث. وفي تنزانيا السحرة بيعتبروا الطفل الامهق اللي بيكون ابيض خالص ده ابن من ابناء الجن، ودمهم هو اللي بيحرك الجن، وده بقى السحرة بيبقوا هيتجننوا عليه وبيخطفوه وبيذبحوه تقربا للشيطان. وكل سنة بيتخطف منهم يجي 30 طفل على الاقل. واشهر سحر افريقي هو سحر الفودو، وده بقى بيجيبوا جمجمة او بقايا كائن حي ويفرموها ويكتبوا عليها طلاسم ويطحنوها ويعملوا منها كريم يدهن على جسم مسحور عشان يخف. ولو رحتوا مدينة لومي عاصمة توجو هتلاقوا اغرب سوق في العالم، سوق كبير بيتباع فيه جماجم وهياكل عظمية لبني ادمين وحيوانات واطفال، لا مش لطلبة كلية الطب، ده عشان الاعمال. والسحر الافريقي ده يا اخوانا من اخطر الانواع، لانه قايم على فكرة الموت، يعني لازم فيه ارواح تروح. ولما جه الاسلام بقى حرم السحر تماما، وعمر بن الخطاب قال اقتلوا كل ساحر وساحرة حتى ولو تاب،
لان ده ساحر فعادي جدا ممكن يكذب. لا ده اكيد وهتعرفه ليه قدام. بس الكارثه الكبرى حصلت لما ظهرت كتب السحر. الناس العاديه بقت تقرا براحتها وتتعلم تاذي في خلق الله. وطبعا اشهر الكتب دي كتابين، غايه الحكيم، وده كتاب سحر معتبر لانه جمع سحر المصريين على البابليين على اليهود وسحر التنجيم والعرافه وتسخير الجن، كله في كتاب واحد. والكتاب ايه؟ اترجم لكل لغات العالم وكان سبب اساسي في انتشار السحر. وتاني كتاب واشهرهم الكتاب اللي كلكم عارفين، شمس المعارف الكبرى، اللي الفه احمد بن علي البوني. وده كان راجل مهتم قوي بالعلوم الباطنيه، علم الحروف والارقام، وكان شايف ان كل حرف مرتبط بمارد من مردة الجن. يعني الف ب ت س بتوعنا دول جن عنده، وكل حرف لو استخدم بطريقه معينه يا يفتح باب خير يا يفتح باب شر. وانت لو قريت الكتاب ده اصلا قابلني لو فهمت حاجه. والكتاب متقسم 4 اجزاء، جزء عن الفلك والاتصال بالكواكب، وجزء عن علم الحروف واسرار اسماء الله الحسنى اللي لو اترتبت بطرق مختلفه هيبقى لها فوائد مختلفه. اما الجزء الثالث فكان عن الصوفيه والخلوه الروحيه، انما الجزء الرابع بقى فهو ده الزبط كله، طلاسم ورسومات وارقام وحروف وكلمات بتتكرر بشكل معين وعدد معين علشان تعمل حاجات معينه، وطلاسم للحب والكره والنجاح والفشل والتفريق بين الزوجين، وبيقول لك ايه الايام الحلوه والايام النحس من كل شهر وكل اسبوع، ولو عايز تتجوز ولا تعمل مشروع تعمله يوم ايه والساعه كام، وازاي اسمك مرتبط بمصيرك. والاغرب هي الطلاسم والنداءات اللي معموله مخصوص علشان تستدعي الجن وتجندهم. كتاب مرعب، اوعى الفضول ياخدك تقراه. والشيخ ابن باز قال انه ممنوع حتى على طالب العلم انه يقراه، لان قرايه طلاسم الاستعانه بالجن بتخرج المسلم عن المله على طول. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. فخدوا بالكم، لان كتاب شمس المعارف ده اخطر كتاب سحر على الاطلاق، لان على الاغلب البوني ما كتبش الكلام ده كله، وعلى مدار 400 سنه بعد موته فضلوا يضيفوا ويزودوا على الكتاب طلاسم وتعويذ. يعني مش ساحر واحد، لا ده اجيال من السحرة اللي بيمارسوا السحر فعلا، فحطوا خبراتهم كلها في الكتاب الكارثه ده اللي موجود على النت عادي. فخد بالك علشان اللي بيحضر العفريت وما يعرفش يصرفه يعرف ان العفريت هيقرفه. ندخل بقى في المهم، انواع السحر نبداهم بالخفيف منه لحد ما نوصل للسواد. اولهم السحر المجازي، وده مش سحر ولا حاجه. عارفين السحر بتاع السيرك؟ اهو انتوا تشوفوه تقولوا ايه ده ساحر جدا، بس هي تركايه خفه يد مش اكتر. وده بقى السحر اللي بيستخدمه الدجالين، فانت تروح له تقول له انا ايدي منمله يا مولانا، مع انك ممكن تروح لدكتور مخ واعصاب عادي، فتلاقيه يقول لك انت مسحور يا ابني، ويجيب كوبايه ميه ويقرا عليها اي ايات كده، ويقوم ماسح ايدك بماده انت مش شايفها، ويروح راشش عليها المية فيطلع دخان، فانت تقول الله اكبر ده انت مبروك جدا يا شيخ، ويقول لك يا ابني انت خلاص خفيت، وانت تصدق عادي مغفل ومش بعيد تخف فعلا بالتأثير النفسي. وخد عندك بقى حاجات زي كده كتير. اما النوع التاني فهو سحر التخيل، وده بقى بيسحر عيون الناس ومذكور في القرآن زي ما قلنا، فلما ألقوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم. يعني يقول لك مثلا انا هحول لك العربية دي حصان، وفعلا يحولها، بس هل العربية بقت حصان فعلا؟ لا، العربيه زي ما هي، بس انت اللي عينك اتسحرت. وده بالظبط اللي عمله سحره فرعون لما رموا العصيان بتاعتهم، ما تحولتش تعابين ولا حاجه، هم سحروا عيون الناس عشان تشوفها تعابين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المسيح لما هيظهر هيبقى معاه ميه ونار، وده اللي احنا هنشوفه لانه بيسحر العيون، انما الحقيقه ان نار وميه وميته نار، والمؤمن بس هو اللي هيقدر يكتشف السحر ده. وسحر التخيل ده بقى بيستخدموه عشان يفرقوا بين الرجل ومراته. الساحر بيسحر عيون الست فتشوف جوزها قرد فتكرهه وتسيبه، ونفس الكلام الراجل يشوف مراته شبه مندوبه امريكا في مجلس الامن يا ماما فيجري على طول، والعكس كمان يخلوا الواحد يشوف اللي قدامه ملك جمال فيقع في غرامه، وهو ده قلب الحبيب هبل. ونخش بقى على اخطر انواع السحر، السحر الاسود، وباين من اسمه انه اسود ومنيل على دماغهم ان شاء الله. والسحر ده بيستخدموا فيه الشياطين ومرضة الجن. السحر من دول بيسخر جن او مجموعة يبقوا في خدمته، وهقول لكم في اخر الحلقة السودة دي بيجندوهم ازاي. والسحر الاسود ده يا اخوانا ليه 5 انواع كلهم اسود من بعض. اولهم السحر الترابي، بياخدوا قطر المسحور حتة من هدومه شعره او حتى منديل نافف فيه ويلزقوه على ورقة ويكتبوا عليها طلاسم وتعويذ،
وغالبا بتكون مكتوبه بالدم، ويعملوا السحر بقى بالموت، بالفقر، بالمرض، بالجنون او بالطلاق، وبعد ما يعمل العمل يدفنوه في بطن جثه هتدفن، او يقتلوا طفل ويحطوا العمل في بطنه ويدفنوه، او يذبحوا كلب او قطه ويحطوا العمل فيه ويدفنوه برضه، ما هو تراب لازم يدفن في التراب. والشيخ خالد طعيمه مؤسس مبادره تنظيف المقابر من الاعمال قال انهم لقوا عجب العجاب في المقابر، حيوانات مذبوحه، قطط وكلاب وفران وفراخ، ومدفونه ومعاها صور الناس المأذيه ومكتوب عليها طلاسم وجنبها حته قماش ملفوف فيها العمل. دول وصلوا انهم يعملوا العمل على جماجم ميتين بيحفروا عليها طلاسم وتعويذ علشان يبقى العمل ابدي وما يتفكش ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل. اما النوع الثاني فهو السحر الهوائي، وده السحر بيعلق العمل على جذع شجره، وده بيتعمل بالذات عشان المسحور يتجنن، وكل ما الهواء يحرك العمل المسحور يجيله نوبات اكتئاب وقلق وهياج عصبي، وطبعا العمل ده محدش هيعرف يلاقيه، ما هو مين اللي هيطلع يدور في الشجر. ثالث نوع بقى هو السحر الناري، وده من اخطر الانواع لانك مستحيل تلاقيه. الساحر بيكتب العمل على خشب او فخار ويرميهم في النار لحد ما يبقوا رماد ويروح مطيره في الجو، والنوع ده بيتجند فيه اقوى واشرس انواع الجن، ومش اي ساحر اللي بيعرف يتعامل معاه، لان الجن ده ما بيخضعش غير للسحره التقال، لان لو الساحر نص لبه الجن ممكن يحرقه او يقتله او يجننه. يا ريت. النوع الرابع بقى هو السحر المائي، وده واضح من اسمه، بيرموا العمل في الميه، بحر بقى ولا نهر، ودي مصيبه دي كمان، لان كل ما الميه مشيت بالعمل ده بيجنن المسحور، وطبعا الميه ما بتقفش فالعمل ما بينتهيش. منكم لله. اما النوع الخامس فهو سحر الرصد، اعوذ بالله من غضب الله، وده بقى الساحر بيربط العمل بنجم او كوكب، وكل ما النجم يتحرك العمل بيشتغل، والكواكب والنجوم ما بتقفش، يعني العمل شغال 24 ساعه. ايه الظلم ده؟ وده اخطر نوع فيهم، ده مرتبط بالفضاء الخارجي، ومش اي ساحر بيعرف يعمله، ده من بين كل 10,000 ساحر واحد بس هو اللي بروفيشنال فيه. ولو الساحر ضعيف وسيطرته على الجن مش قد كده، السحر بيتقلب عليه وما يعرفش يفكه ابدا. الهي كل الاسحار تتقلب عليكم يا بعده، انتوا اللي خلاكوا تعملوهم، قولوا امين. وما اكتفوش بقى بالخمسه دول بس، المدفون والهوائي والمائي والناري والمرصود، ده قال طب ما احنا نجيب المسحور ذات نفسه ونسحر وقت يقرا عليه طلاسم او يدسله ورقه صغيره جدا في الاكل او في الشرب، وده بقى يكون تاثيره اسرع بكتير. ده غير بقى سحر الرش، حد يهادي حد، برفان مسحور، وطبعا مش ممكن ننسى سحر العتبات، حد يرش لك حاجه على عتبه بيتك يوقف لك حالك كله. وشوف بقى انت سمعت عن كام حد حواليك مسحور او معمول له عمل. وهنروح بعيد ليه؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اتسحر، وفي صحيح البخاري ومسلم في حديث عن السيده عائشه بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قعد فتره عنده صداع ومغص لحد ما دعا ربنا انه يشفيه ويعرفه مرضه، فنزل عليه ملاكين وقالوا له انه مسحور، والسحر ده عامله راجل يهودي اسمه لبيد بن الاعصم، كان جايب مشط شعر الرسول وعامل حواليه 11 عقده ورميهم في البير، وحاطط معاهم تمثال شمع للرسول ومخرمه من كل حته. فالرسول بعت صحابي جاب العمل من قاع البير، ونزل ربنا عليه بصوره الفلق والناس، ومع كل ايه كان بيقراها سيدنا جبريل على سيدنا محمد كانت عقده بتتفك. وهتلاقوا عدد ايات السورتين دول فعلا 11 ايه بعدد العقد اللي كانت ملفوفه على المشط. ونيجي بقى للسؤال المهم، ازاي الساحر بيسخر الجن؟ ابن القيم قال ان كل ما الساحر كان اكفر واخبث واشد معادل الله ورسوله كان سحره اقوى وانفذ، يعني لازم الساحر يكون كافر وبيعمل كل الكبائر والموبقات عشان الجن يرضى يشتغل معاه، لان الساحر هو اللي بيشتغل عند الجن مش العكس. وبيقول ابن القيم ان اللي بيبقى عايز يبقى ساحر لازم يهب نفسه للشيطان في حياته ومماته، ويكفر كفر ابدي بكل الاديان، وبيروح لمكان مهجور في الصحراء في ليلة قمرية ويقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. وعظيم الوادي ده اللي هو الجن، فالجن لما يلاقيه كفر بربنا بيبدأ يتعاون معاه. علشان كده معظم العلماء ما بيقبلوش طوبة الساحر، لأنهم عارفين أنه لو تاب بجد الجن بتاعه هيقتله، وما دام لسه عايش يبقى ما تابش ولا حاجة. وابن تيمية قال في كتاب إيضاح الدلالة أن من الطقوس الثابتة لتجنيد الجن أن الساحر لازم يكتب كلام القرآن بالنجاسة والعياذ بالله، يرسم
الحروف بالبول او بالبراز او بالدم او بدم حيض على حسب مزاج الجن. مش بقول لكم شغاله عنده؟ وبعد ما الساحر ينفذ كل المطلوب منه بيدخل في عهد طاعة مع الجن، والعهد ده ممكن يبقى عقد مكتوب وموقع كمان من الطرفين. وسنة 1619 الساحرة الفرنسية ألين بارني طلعت في المحكمة قبل ما يعدموها حرقا وثيقة عهد بينها وبين الشيطان، كانت على حتة من جلد قطة ومكتوب عليها بدم حيض. ولو دي قديمة حبتين يعني، فسنة 1934 فبرضو الساحر أوربان جواندي طلع قبل ما يعدموه في سوق عام عقد مضى مع الجن، والعقد ده لسه معروض لحد النهاردة في مكتبة باريس العمومية. وده كله مش كفاية، لأن الساحر لازم كل فترة يجدد عهده للجن فيعمل موبقات جديدة، زنا بقى وشذوذ، ويذبحوا طيور ويلطخوا جسمهم بدمها، وأخطر طقس على الإطلاق هو ذبح الأطفال. وهتلاقوا مثلا في سبتمبر 2010 الناس لقت جثة طفلة أسمر طايفة على مية نهر التايمز، بس لا فيها راس ولا إيدين ولا رجلين، ولقوا جنب الجثة شموع محروقة وملفوفة بقماش أبيض. ولما دوروا ورا الحكاية لقوا إنها جثة طفل أفريقي اتباع علشان يبقى قربان للشيطان. وطبعا موضوع الأطفال ده بقى منتشر جدا في مصر، زي مثلا إنهم بيذبحوا الأطفال على أبواب مقابر الفراعنة عشان يعرفوا يفتحوها، أو عشان الجن يدلهم على أماكن المقابر دي أساسا، زي الحادثة اللي حصلت في دشلوط في أسيوط لما لقوا بنت مذبوحة ومرمية في الزبالة، وفي الآخر اكتشفوا إن اللي ذبحوها اتنين ستات قرايبها، لأن الساحر قال لهم إن دمها هيخلي الجن يكشف لهم الكنز اللي حوالين بيته. وأنا كل اللي عايزة أقوله إن كلنا مأذيين، وكلنا حوالينا ناس زي الشياطين كل همهم يأذوا الناس ويوقفوا حالهم ويفرقوا بين المتجوزين، وحسبي الله ونعم الوكيل. وخلوني أختم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والكل قصة حكاية وأنا هقول لكم على اللي فيها. كنت معاكم ريهام عياد.